السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم فطائر اللي وعدتكم بها او اللي مسمن، نتوما على حسب كيف بغيتوا تشوفوهم. تنظن مسمن اللي غادي نحتاجوا فيهم الصبانيخ ان شاء الله، وغادي نديرهم فيهم البصله، وغادي نديرو فيهم الجبن. دابا ان شاء الله اول حاجه ختنمت الفرصه وعجنت العجين اللي ديالي اللي شتو هو هذا. انتم رطب هذا، عجنته غير بالملح والماء دافي. دائما بغيتو تجيو حاجه مقرمله كديروا لها، حتى هو كيجي مقرمل الحقيقه الله. بغيتو حاجه مقرمله راكم غادي ديروا شي شويه ديال الخميره حلوه، ما بغيتوش صافي ولدي ما كتصدقلاش العجينه، ما كتجيبها مطلوقه غليظه. تقدر دير شي شويه ديال الخميره ديال الخبز باش تجيها العضه فيها مزيان، ولكن بالنسبه لهاد العجين هذه اللي كندير انا دائما خصها تكون مورقه باش كتجي رائعه. دابا اول حاجه ها حنا كيقولنا وجدنا عجينه، غادي نخليوها هكذا كترتاح وغادي نبعدوها على جنب. بالنسبه للصبانيخ انتم غادي نقدمهم ليكم، الصبانيخ والبصله اللي غادي نشحروا، اما الصبانيخ غادي نقطعهم هكذاك بوحدهم رقاق. البصله اللي غادي نحتاج والجبن هنا نقدمهم لكم. دابا هما هادو الصبانيخ اللي هما عندنا مغسولين وما ناشفين. عندي هنايا البصله، عندي واحد ثلاثه ديال البصلات. خلاص الصبانيخ راكم كتشوفوها كتنزل. انا اليوم ما غادي ندير لها، لا ما غنسوطيها لا بمقله ولا غادي نسلقها في ماء، يعني غادي نديرها هكذا لانه ما تينزلوا دغيا دغيا. وهذا الجبن، نتوما تحتاجوا الجبن، اي الجبن اللي كتبغيوه وكتعشقوه، جبلي ولا جميع الانواع ديال الاجبان اللي كتبغيو تخدموها ليكم كيمكن لكم ديروها. دابا انا غادي ندوز، غادي نقبط هادو، غادي نوجدهم نديرهم كويرات باش نجي نصوبهم يجوني على تيسع ساهلين. وغادي نقطع هاد البصله اللي غادي نديرها دابا، غادي تشحر قدامكم. غادي ندير واحد ديك ثلاثه ديال البصلات، غادي ندير معهم واحد الدرس ديال الثومه. البنات اللي كانوا، واحد الاخت اللي كانت سولتني على الماكينه قالت لي انا الماكينه اللي كتقطعي فيها البصله هي هذه، هادي كبيره كتكون فيها المولينيكس، كتكون فيها القطعه ديال البصله، وهذه القطعه الكبيره ديال البصله هي هذه. عندنا اللي كتقطع كتحك خيزو، نوريها لك. هما هادو اللي كتقطع داكشي طويل يخيزو، كاينه الجهه الغليظه وكاينه الجهه الرقيقه. البارحه انا قطعتهم داك الخضار بطاطا وخيزو، قطعتهم على هاد البلاصه الرقيقه. بالنسبه اللي كتبغي ديري شرائح البصله عريضه اولا، هذا كاينه رقيقه وكاينه كذلك تقلبي كاينه الرقيقه. هذه كتقطعي بهم الفلفله القرعه الخيزو، اي حاجه بغيتي ديريها دوائر، كيف بغيتي محكوك كيف هذا. دابا انا غادي نطحن هذا الشيء كامل. كنطحنوهم ماشي حتى هكذا بحال هذا الشكل هكا، مازال عندي وحده ما طحناش، يمكن لك دقيقه بقاها وكطحن صافي على هذا القياس. هذا دابا غنديها نيشان المقله اللي غادي ندير فيها الزيت. انا درت هنايا المقله، درت فيها تقريبا واحد ثلاثة المعالق كبار ديال الزيت، روميه ولا بلديه، شوفوا نتوما اللي المذاق اللي كيعجبكم. سمحوا لي هاد الصبع ديال التلفازه. غادي نضيف هاد البصله هادي اللي طحنت، وغادي نخليها تشحر ليا، وغادي نرش عليها غير شي شويه ديال الابزار وشي شويه ديال الملحه فقط. هادو هما العناصر اللي غادي ندخل مع هاد البصله صافي. وغادي ندوز دابا ان شاء الله، غادي نبدا كنقطع في لي زيبيناغ اولا الصبانيخ، وندير العجين الكويرات صافي. اذا البصله من بعد ما نزلت لي ديك الزويته غادي ندير لها الملح. الملح ما تكثروش الملح بزاف، لان الجبن تيكون شويه فيه الملحه. انا غادي نرش الابزار. بغيتو نتوما كي قلت لكم ديروها تنسموها بواحد شي شويه ديال الحرور السودانيه. انا درت لولدي واحد الصمد هذيك المسمنات اللي قبل من هادو، جاوا حارين غادي نتفاداهم، رشوا لهم شويه نتوما الا بغيتو ديال السودانيه، غادي يجيو رائعين. الا كنا كانت العائله كامل افراد العائله كتاكلهم، انا غادي نحاول انني نهز الحشوه ديالي، غادي ندير فيها شويه الحار، ولكن الدراري غادي ندير لهم بوحدهم هكذاك. نتوما كي قلتو تفاداو صافي. غادي نطفي على هاد الشيء كامل. ها هي دي هاد وجدتهم كريسات. دابا ان شاء الله غادي نبداو الطريقه المواليه والتاليه مع هاد الشيء. بالنسبه هاد
الصبانيخ كنقلطوهم هكا. بغيتو تستفوهم باش يجيوكم ساهلين عاد تقطعوهم حتى تمكن. الصبانيح حنا عندنا هنايا صغيره بالنسبه للناس المغرب تتكون عندهم طويله، حتى الدول العربيه الحقيقه عندهم الصبانيح ديالهم طويله. بحال اللي كنقطعوا شي حاجه ولكن ماشي رقيقه بزاف، ولكن غير باش تقطع هكا لهذا الشكل هكا. وريتكم الطريقة. هنا كي قلت لكم قطعت هاد الصبانيخ، غادي نضيف عليها داك البصلة. وغادي نضيف عليها نص ديال هاد الجبن تقريبا واحد 100 غرام. شوف على حسب، اما 100 غرام ولا اكثر ولا قل، لان هذاك اللي تيكون كيتفرتت الفرماج اللي كيتفرتت كيكون حسن من هذا اللي تيكون ملس. ما نكثروش الجبن بزاف باش ما يجيش كي كيقولوا زهيم. هذا عويد صافي. دابا هذه هي الحشوه ديالنا، هي دي واجده كي قلت لكم، شويه شويه ديال السودانيه معاها غادي تجي عاد احسن احسن. هكاك غادي ندير شويه دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. ها كلشي دابا واجد، غادي ندهنوا طاولات العمل. وغادي ناخذ واحد الحبه ونحاولوا اننا نطلقوها هكا على هذا الشكل. الدهين هو اللي كيساعد على المسمن باش ما كيتقطعش. هنا غادي ناخذ واحد المعلقه ديال الحشوه وغادي نلويها هكذا ونجمع لها هاد الجناب هادو ديالها هكذا ونبدا كنجمعها. وانا كنجبد العجينه عندي وندخلوها هكذا. وحنا غاديه سهله، يعني سهله التعميره هكذا. الا كانت عندكم طاولات العمل كبيره راه غادي تحاولوا انكم الا شفتوهم الحشوه غتخرج لكم، ولكن ما غاديش تخرج لكم، غتبقاو غاديين هكذا. كما كتشوفوا هكذا ما عليش هادشي، ماشي واخا يتقطع صافي. وكنخليوها ترتاح، نحطوها على هذا الشكل هكا باش غادي نكرصوها. غادي نزيدو واحد اخرى قدامكم. قطوها هكذا
ولويوه هكذا بحال هذا الشكل صافي، وكتبقاو تلويوه. نحدكم نتوما كتجبدوه، هما هي كتقبض الطوع وتلوى مرخوفه. صافي نوقفوها حدا اختها. انا غادي نستمر على هاد الطريقه كاملين وغادي نرجع لكم ان شاء الله. انا هنايا مازال مستمره، غادي نضيف شويه ديال الزيت فهاد المقله باش بحال اللي غادي نقليوهم، ماشي نقليوهم نقليوهم شي زيت بزاف غير شي شويه بحال هادشي. هادي راه عندي مقله خاصه غير بهادشي مسمن، غادي نديرهم هكا، غادي نردها كتسخن، ديك الساعات غادي نقرصهم فيها. دابا هنا غادي ناخذ وحده، غادي نقرصوهم ماشي بزاف غير شي شويه هكذا، وغادي نضيفهم مباشره في المقله يكونوا متقادين. ما ديروش وحده كبيره، وحده صغيره. هذه عاد راني درتها مازال ما مرتاحتش، ولكن معليش نحاول نقرصها. صافي غادي نكملهم هكذا، وغادي نقلبهم على الوجه الثاني حتى غادي نكملهم كاملين. ديك الساعات غادي نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم. الا شفتوا شي حاجه تحلات لكم بحال هكا كنوريكم كلشي. كيمكن لي انا حتى انا يجي يوقع لي بحالكم، ماشي مشكل، ماشي انا وريت الطريقه راه ما كان نحاول ما يكونش عندي شي عيب. ضروري خصنا نحاولوا اننا نداويو كي كيقولوا العيب. هادو عاد راهم ما فيهمش الخميره، وكان فيهم الخميره ديك الساعات يفيضوا لنا كاع. دابا ها هما دوك اللي قلت لكم في المقله، غادي نحاول انني نقلبهم. بقى هكذا متبعاهم حتى يطيبوا مزيان، ونتلاقى معكم مع الشكل النهائي ديالهم. النهائي ديال السمنه ديالنا كيف كيجيو على هذا الشكل بالصبانيح، كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ. كنتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله وتطبقوهم، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله مع وصفه جديده ومع وكله جديده. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نحل لكم شي وحيده من الداخل.